هذا العرس النضالي، ومن خلالكم نحيي عاليا كل الذين انخرطوا في هذا الإضراب الوطني الناجح الذي تقدر نسبة الاستجابة له إلى حدود الساعة 11 حوالي 93.7% بإقليم العرائش. إذن باسم التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي دعت على المستوى الوطني لهذا الإضراب البطولي، ومن خلالها أذكر بهذه النقابات الخمس: الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، النقابة الوطنية للتعليم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للتعليم الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. تحية عالية لكل الأستاذات والأساتذة. وقبل أن نتحدث، لا بد لنا أن ندين بأشد عبارات التنديد الهجوم التتري الهمجي الذي قادته القوى القمعية ليلة السبت صبيحة الأحد على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط. وما جازر ما جازر ما جازر ما جازر ومن طنجة أبادر وما لقيتيش كتخلع غير قناع وزيد قناع. في الحقيقة تلك الملحمة البطولية رغم القمع رغم الحصار رغم كل الوسائل الترهيبية التي استعملتها الدولة، فهي ما زادت الجماهير الأستادية إلا إصرارا وصمودا، ودعمت كذلك من خلال تلك الهجمة الغبية صمود والتحام وتضامن كافة الأسرة التعليمية. وهذا في الحقيقة يدفعنا لكي نزيد إلى الأمام، فوحدتنا ووحدة الصف التعليمية والشغيلة التعليمية في صف واحد من أجل مجابهة هذه المخططات الجهنمية. ومن الوحدة والتضامن إذا مرة أخرى نجسد وندعم بكل ما لدينا من وسائل المعركة البطولية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ونقول لهم وتحية نضالية تحية نضالية والإطارات نقابية إطارات نقابية وتحية نضالية تحية نضالية والإطارات نقابية وإطارات نقابية. قلت ندعم كل ما أوتينا من وسائل المعركة البطولية التي نعتبرها معركة الشعب المغربي في الحقيقة، وليس معركتهم، رغم أنهم يجسدون الصفوف الأمامية للدفاع عن ما تبقى من كرامة نساء ورجال التعليم وما تبقى من مجانية التعليم العمومي. إذن ندين كذلك مخططات الجهنمية القاضية بالإجهاض على الحق في الوظيفة العمومية والحق في التعليم المجاني من خلال التفكير في تمرير مشروع قانون الإطار 51/17 الذي سيدق آخر مسمار في نعش التعليم العمومي وخاصة مجانية التعليم. على مستوى العرائش نسجل كذلك أن النقابات الخمس كانت سباقة في عصيانها للعمالة ولوزارة الداخلية على المستوى الوطني، وهذا شرف لنا لأننا كنا الأوائل الذين رفضنا الدعوة التي وجهت إلينا من خلال العامل إقليم العرائش غداة الإضراب الوطني 13/14 مارس، وقلناها بالبند العريض بأن المعركة أكبر منك وأكبر حتى من الدولة.
وهذا سجل كذلك بمداد من الفخر في سجل هذه النقابات المناضلة. على المستوى الوطني فحضور النقابات والتنسيق النقابي الخماسي كذلك لا زال يجسد العديد من المواقف البطولية التي يجب أن نعتز بها، آخرها البارحة والجلوس مع وزارة التربية الوطنية في شخص وزير التربية الوطنية أمزازي، والذي كان جوابهم واضحا التعاقد كمخطط يجب التراجع عليه أولا، ولا حوار إلا مع ممثلي التنسيق الوطني للأساتذة الذين حرض عليهم التعاقد. إذن هذه كلها محصلة نعتبرها مجرد بداية، ونرجو أن تكون بداية النهاية، لأن ما سيأتي ونحن كتنسيق نقابي على المستوى المحلي نناشد ونحمل المسؤولية للتنسيق النقابي الخماسي على المستوى الوطني بأن يتحمل مسؤوليته التاريخية في أن يسطر برنامجا غير مسبوق، ولدينا مقترحات تدفع في اتجاه المقاطعة للامتحانات الإجهادية. لأنها الآن أصبحت معركة نكون أو نكون، نكون أو نكون، لا خيار أمامنا. كرامتنا تمرغ ولم نعد نطالب حتى بما هو مادي، أصبحت كرامة نساء ورجال التعليم تداس وتهان، وكل من سولت نفسه يشير إلينا بالأصابع. والمخزن سمع مزيان، والمخزن سمع مزيان، والأستاذ لا يهان، والأستاذ لا يهان. إذا قلت هي معركة نكون أو نكون، ليس أمامنا خيار ثاني أو ثالث أو رابع، هي معركة انطلقت، علينا أن نلتحم المزيد من رص الصفوف، المزيد من الترفع عن الحسابات الضيقة، لأن الوقت والفترة هي فترة تاريخية بكل المقاييس. علينا أن نعي جيدا بأننا وصلنا إلى عنق الزجاجة، لا خيار أمامنا، إما أن نكون بكرامتنا بعزة شرفنا وبظروف اجتماعية وتعليم شعبي ديمقراطي موحد ومجاني لكافة أبناء الجماهير الشعبية، أو لا نكون. وقمع قمع وزيد قمع، وما بقيتيش كتخلع، وما بقيتيش كتخلع، وما بقيتيش كتخلع، قمع قمع وزيد قمع، قمع قمع وزيد قمع، وما بقيتيش كتخلع. بتغيير الإطار، والمكلفون خارج إطارهم، والتقنيون والمساعدون الإداريون، وكل فئات التنسيق التي ربما نسيت اسمها، فمعذرة لكل التنسيقيات، لكل الفئات التعليمية المناضلة والتي أكدت بالملموس أنها في مستوى اللحظة التاريخية. والإطارات السياسية الداعمة لهذه الوقفة الاحتجاجية والحاضرة معنا في هذا العرس النضالي الكبير. إذا كما قلت بأن معركة انطلقت ولا عودة، ولا عودة، والمطالب واضحة للعيان وهي مدرجة ومعلومة لدى الرأي العام، لأذكر بها فقط بالنسبة للنقابات الخمس، على رأسها إسقاط مخطط التعاقد المشؤوم وإدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بدون قيد أو شرط، ومن بين ما ينص عليه هذا الاتفاق والذي لا زال عالقا هو إضافة درجة
جديدة في السلاليم والتعويض عن العمل في المناطق القروية أو النائية. كذلك الزيادة في الأجور والتي لم نعد متسولين نطلب 600 درهم. نطالب بالزيادة التي لا تقل عن 40% من الأجور. ليس المطلوب هو 600 درهم ولا 500 درهم وكأننا متسولين. وشوفوا شوفوا 38% من الضريبة على الدخل، والشركات التي تمتص جيوبنا وعرق جبيننا تؤدي 30 إلى 35% وهناك من هو معفي أصلا. كذلك المطالب بالرفع من الحد الأدنى للأجور على الأقل ب10%. هذه بعض المطالب بالإضافة للمراجعة في البرامج وغيرها للشق البيداغوجي، أعتقد لا يسع المجال للحديث عنه حاليا. إذا باختصار شديد حتى أعطي أو أفسح المجال لمنسق التنسيقية أو منسق الإقليمي للتنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، نحيي كذلك المصالح المادية أو المسؤولين أو الفئة المصالح المادية والإدارية الحاضرة معنا في هذا المالية والإدارية الحاضرة معنا في هذا العرس النضالي. وكلمة أخيرة، رجاء إلى جميع نساء ورجال التعليم، لم يعد لدينا ما نخسره، لم يعد لدينا ما نخسره. الوحدة ثم الوحدة فالوحدة، ولا خيار غير الوحدة، ولنترفع عن الحسابات الضيقة. اللحظة تاريخية، آباء وأمهات وأولياء التلاميذ التي عبرت عبر ورضوع الوطن عن مساندتها لهذه المعركة البطولية، وهذا ما يزيدنا إلا فخرا. لأول ربما مرة في تاريخ المغرب نشهد، أو على الأقل تاريخ المغرب الحديث، نشهد هذا الالتحام الجماهيري البطولي حول قضية التعليم التي أصبحت قضية رأي عام ولم تعد فقط قضيتنا نحن المعنيين بالأمر. فتحية تحية البطولة، تحية الولاء، تحية الوفاء، وتحية الصمود لكافة نساء ورجال التعليم بإقليم العرائش وبربوع هذا الوطن.